وحضرتك ذكرتنا ان عزيز الذي لا ينال او لا يغلب ولا يهزم، ذو منعة، نعم، وذو منعة وذو انتقام، الملك والاختيار، انه يملك ويختار سبحانه. يلا اتفضل. ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول للناس، يعني يريد يريد عايز. يريد للناس او يريد ان يقول للناس يعني لا تتمرمغوا في النعم وانتم على المعاصي. لانه سبحانه لا تأمنوا جانبي وانتم تعصوني. ان الله عزيز ذو انتقام. لا تأمنوا جانبي وانتم تعصوني. يعني لا تأمن ولا ولا تنتظروا امدادي بالنعم على تماليكم بالمعاصي. فانه سبحانه وتعالى يحول النعم بالمعصيه الى نقم. الله انتقام الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين أنه انتقامه بس هنا الآية ما بينتش نوع الانتقام، ما هي تبينته كده. نوع الانتقام جاي من إيه؟ من مشتقات انتقمة. من مشتقات اللغوية لكلمة انتقمة. تمام. يعني هي معليك بتقول انتقمة، ينتقم نقمة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يعني عبر بالانتقام هنا بعيد عن العذاب خالص، ليبين لاني اكتر شيء يؤلم الانسان نفسيا السلب بعد العطاء. اللهم نجني يا رب. ان ربنا ياخد من الانسان. طب مين يقدر